مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. السادسه الحقيقه اللي يمكن من محاسن الصدف انه مش بس اسم البرنامج لكنها المشاركه اللي بتحمل رقم 6 كمان للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ساعات بسيطه جدا 48 ساعه بتفصلنا عن لحظة انطلاق مشوار الأهلي في المونديال، والحمد لله. طبعا هنتابع كل أخبار نادي الأهلي النهاردة وآخر المستجدات في المونديال، ونطمن حضراتكم الحمد لله، وإن شاء الله بإذن الله تعدي 48 ساعة اللي جاية على خير. الأهلي بإذن الله يكون كامل العدد أمام الدحيل. معانا حاجات كتيرة جدا النهاردة الحقيقة، ويمكن يكون في جزء منها انفرادات مهمة جدا. أتمنى حلقة النهاردة تعجب حضراتكم. مساء الخير عليكم ومساء الخير عليك يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة خليني أقول لكم أنه بالرغم من صعوبة مباراة الدحيل إلا أنه في حالة من التفاؤل في بعثة المنتخب أو عند بعثة الفريق، فريق النادي الأهلي. كلنا الحقيقة بنسمع دايما أخبار أنه اللعيبة يعني بتتعاهد أن هي تسعد جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا برضو، وحتى يمكن موسيماني كان بيتكلم على قد إيه شايف دعم كبير قوي من رئيس النادي الأهلي طبعا الأسطورة كابتن محمود الخطيب، أنه قد إيه واقف جنبهم، أنه لو في أي مشكلة بتعترض طريقهم هو بيعمل بكل جهد علشان يحل المشكلة دي، وأنه حاسس براحة كبيرة قوي. وكل ده الحقيقة بيدينا نوع من التفاؤل قبل مباراة الدحيل يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله، واللي طبعا في أخبار كتير قوي قبل المباراة دي هتكون معانا على مدار الحلقة. سمعيني توقعاتك إيه؟ لا أنا عايز أعرف توقعاتك إيه. لا وإحنا نسأل طب الناس بقى، لأن الحقيقة إحنا سألنا امبارح طبعا جمهور السادسة، وكان سؤال حلقة امبارح توقعاتك لتشكيل نادي الأهلي، والحقيقة إنه الجمهور ما خيبش ظن. يعني 90% تقريبا من الإجابات اللي جات لنا على صفحاتنا المختلفة بتقول تقريبا تشكيل شبه ثابت، وأعتقد أنه مش هيروح بعيد بشكل كبير عن التشكيل اللي إن شاء الله الأهلي يبدأ به المباراة. لكن النهاردة نسأل حضراتكم عن توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والدحيل. أنا عارف أنه جماهير الأهلي متفائلة، نحب نسمع صوت حضراتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل المختلفة. توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والدحيل، هتقولي ولا مش هتقولي؟ انا عايز اعرف توقعاتك انت. انا متوقع ان احنا هنفوز ان شاء الله باذن الله. اتمنى كان بقى مش حاجة. لا يعني ان شاء الله حاسس انها 2-0 ان شاء الله باذن الله. خلاص انا معاك ان شاء الله. نتمنى ذلك. نبدا الحلقه مع حضراتكم ونروح لاهم الاخبار والعناوين. موسيماني بيقول الخطيب يدعمنا لحصد المزيد من البطولات. الاهلي يواصل استعداداته لمواجهه الدحيل بكاس العالم للانديه. عبد الحفيظ يجتمع مع طبيب الفريق. صلاح خامس أكثر لاعب إفريقي بيسجل في البريمير ليج. رئيس أولمبياد طوكيو بيقول كورونا لن تمنعنا من إقامة البطولة. برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا نروح على طول لمفادنا أمير هشام عشان نطمن على بعثة الفريق النهاردة. أمير مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا سارة، تحياتي ليكي وتحياتي لأحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير عرفنا النهاردة اليوم ماشي إزاي، برنامج البعثة كان إزاي النهاردة، وإيه أهم الأحداث اللي حصلت؟ يعني خليني اقول لك ان البرنامج كما هو ما فيش اي تعديلات او تغييرات فيه، وخصوصا ان احنا خلاص يعني العد التنازلي لمباراه الخميس ابتدى والكل متاهب ومستعد لهذه المباراه، افراد البعثه بالكامل وبالتحديد كمان الجهاز الفني واللاعبين اللي يعني خلاص في كامل التركيز، والكل يعني بيحاول يأقلم نفسه بإذن الله على كيفية مواجهة فريق الدحيل، هذا الفريق الصعب والقوي في الحقيقة واللي عنده حقيقة عناصر مميزة جدا في مختلف خطوطه وتحديدا الخط الأمامي، وده اللي أكد عليه مستر بيتسو موسيماني في حديثه معانا أكتر من مرة. برضو خليني أقول لكم أن يعني الجهاز الفني واللاعبين بقوا ملمين جدا بكل الإمكانيات اللي بتتعلق بفريق الدحيل أو اللي بتخص هذا الفريق، بخصوص عناصر الفرقة مختلف الخطوط، ازاي تتعامل معاهم، ازاي هيبقى شكلك في الملعب، استراتيجيتك هتكون عبارة عن ايه. ده يعني اللاعبين اكتسبوه بشكل كامل من خلال المحاضرات المستمرة والمتتالية، واللي هيكون اخرها اللي بعد بالظبط دقايق من وانا بكلمكم دلوقتي يا احمد ويا سارة. فالامور في الحقيقة ماشية بشكل جيد، البرنامج طبيعي جدا فيش اي تعديل
التعديلات، خصوصا ان احنا كمان في فقاعه طبيه زي ما انتم عارفين الامور فيها حزم كبير جدا في الحقيقه، وده امر مطلوب طبقا للظروف يعني اللي بيمر بيها العالم كله، وتحديدا من خلال تواجدنا هنا قبل المونديال يعني. امير، يعني قبل ما اتكلم على الشغل بتاع النهارده وعلى تمرينه النهارده، عايز اعرف منك، احنا طريقنا كله مفروش بالاحمر، يعني الاهلي طبعا معروف عنه فانيلته الحمراء، والدحيل كمان بيلبس احمر، ولو ان شاء الله تخطينا عقب الدحيل هنروح بايرن ميونخ اللي بيلبس احمر برضه. هل اتحددت فكره الالوان، وهل هيعامل الدحيل على انه صاحب ارض في البطوله، ولا الموضوع هيتم الاتفاق عليه في اجتماع ما قبل المباراه، ولا هيبقى قرعه؟ هل عندك تفاصيل عن الموضوع التيشيرت بتاعت الاهلي في المباراه الاولى؟ خليني اقول لك يا احمد ان بكره هيكون في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه، واللي هيتم الاستقرار فيه على الزي الخاص بكل فريق في مباراه يوم الخميس، لكن الاقرب بصراحه ان الدحيل هو اللي هيلبس الزي التقليدي بتاعه الاحمر، الاهلي الاغلب هيلبس الزي الرمادي في اسود الاويكت، فبالتالي ده الاقرب لحد دلوقتي بما ان الدحيل هو صاحب الملعب يعني، فده الاكثر منطقيه حتى الان، الا اذا في اي تعديلات حصلت في الاجتماع الفني بكره اللي هيكون من خلال الفيديو كونفرنس طبعا، فده الاقرب. ايا كان بقى الفرقه اللي قدامك هتلبس احمر، انت اللي هتلبس الاحمر، انت هدفك واحد، انت عايز تحقق حاجه ترضي جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي بالمناسبه منتشيه جدا وفرحانه جدا بالتحديد الموجودين هنا في المونديال بسبب تواجد الاهلي بجوارهم، يعني هم مش عارفين حتى يشوفوا الاهلي بس حاسين بالاهلي جنبهم يعني، فده في حد ذاته امر بسيطهم جدا. كمان جمهور النادي الاهلي بمناسبه ان احنا اتكلمنا على الجمهور، يعني بيتوافد علشان يعمل المسحه الخاصه بيه عشان يتاح بالنسبه له الدخول للمدرجات ويشجع، فالكل حريص هنا، كل الاهلاويه اللي هم عددهم غفير جدا يا محمد ويا ساره، كلهم عندهم حرص بشكل كبير على حضور المباراه ومؤازره الفريق من داخل ارضيه الملعب، مش عارفين يشوفوا الفرقه هنا، مش عارفين يوصلوا لهم، فهيكون اقرب نقطه يشوفوا من خلالها لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني هتكون ارضيه الملعب باذن الله، وده عامل ايجابي بصراحه، هيخلي في دوافع كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه، وانا باكد اكثر من مره زي ما الجهاز الفني اكد كتير جدا، وزي ما الكابتن محمود الخطيب كمان رئيس البعثه اكد ان مواجهه الدحيل مواجهه غايه في الصعوبه واصعب مباراه في الحقيقه في هذه البطوله، ودايما الانطلاقه بتكون مهمه من خلال اي بطوله انت هتاخدها يعني في الحقيقه، فالكل مركز والامور ماشيه بشكل جيد. حته اللبس برضو عشان اكد عليك مره ثانيه، بكره ان شاء الله في الاجتماع الفني هيتم تحديد كل هذه الامور، لكن انا قلت لك الاقرب هيكون ايه، وهننتظر طبعا ما سينتج عنه الاجتماع الفني بخصوص هذه المباراه. بالمناسبه كمان خليني اقول لكم ان احنا دلوقتي في مكان من امام صاله الجيمنازيوم الخاصه بلاعبي النادي الاهلي في مقر الاقامه، في بعض اللاعبين دلوقتي بيقوموا ببعض التدريبات في الجيم، منهم محمد الشناوي، في كمان عمرو السولية، مروان محسن، مصطفى شوبير، عدد من اللاعبين في الحقيقه اللي بيقوموا بعض التدريبات في صاله الجيم، بعد دقائق على طول هيتوجهوا للقاعه المخصصه للمحاضرات علشان يسمعوا اللي هيقوله مستر بيتسو موسيماني تعليماته، سواء فيما يتعلق بشكل مران اليوم تحديدا، ومران اليوم بالمناسبه مهم قوي قوي يعني، لان انت في المران ده يعتبر المران الاساسي والرئيسي اللي انت هتبني عليه كل شيء بيتعلق بالمباراه، بخلاف مران الغد اللي بيبقى طبعا معدلات البدنيه فيه ومعدلات التدريب بتبقى اقل، وفقراته كمان بتبقى اقل، ومدته بتبقى مش كبيره يعني، فبرضه مران النهارده هيكون مران غايه في الاهميه، من خلاله كمان نقدر نطمن بشكل كبير على حسين الشحات ومحمد هاني، نطمن بشكل اكبر، هم خلاص الحمد لله زي الفل، ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه للاصابات اللي عندهم، الاثنين عندهم كان عندهم شد في العضله الخلفيه، دلوقتي الامور بالنسبه لهم الحمد لله جيده، بس يعني يبقى زياده في الاطمئنان النهارده بقى لما تشوفهم في كل الفقرات اللي بتتعلق بالمران بيشاركوا بمنتهى القوه باذن الله تعالى، فده هيكون امر يعني مهم، ويدي اريحيه لمستر بيتسو موسيماني في اختيار التشكيل الانسب في مباراه الدحيل. باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، التركيز خلاص وصل لاعلى معدل، الكل هنا يعني، احنا بالنسبه لنا مثلا كبعثه اعلاميه يعني عندنا حاله من التوتر الطبيعي اللي بخصوص المباريات بتاعه النادي الاهلي، ايا كان بقى الاهلي بيلعب في الدوري في اي بطوله، ما بالك بقى لما تكون بطوله كاس العالم، لكن التوتر او القلق ده مش موجود عند لاعبي النادي الاهلي، بالعكس عندهم ثقه كبيره جدا مع بعض
من الاحترام او كامل الاحترام مش بعض كمان لفريق الدحيل، لانه فريق بقدرات عاليه جدا ومميزه جدا. طب ناكد على ان المباراه صعبه، بس اسمح لي امير عايز اروح معاك لجزئيه الحكام عشان وقتنا. اتفضل. هل تم الاعلان عن الاطقم التحكيميه اللي هتشارك في البطوله، وهل تم تحديد طاقم تحكيمي لكل مباراة ولا ده لسه لم يتم الإعلان عنه؟ وكمان عايز أسألك على التمرين الرئيسي للنادي الأهلي اللي هيتلعب على ملعب، أو اللي هيتمرن فيه النادي الأهلي على ملعب المباراة، هل ده هيكون النهاردة ولا هيكون بكرة؟ طيب فيما يتعلق بالحكام، هو تم الاعلان عن طاقم او مختلف اطقم الحكام اللي هتدير المباريات في البطوله بشكل عام. الكلام ده من اكثر من 10 ايام تقريبا، لكن فيما يتعلق بمباراه الخميس تحديدا الاهلي والدحيل لسه ما تمش بشكل رسمي الاعلان عن طاقم الحكام اللي هيدير هذه المباراه، او ما فيش اي حاجه رسميه جت يعني لمسؤولي النادي الاهلي هنا في بعثه الفريق وفي مقر اقامه الفريق. ده فيما يتعلق بالحكام. من المفترض ان بكره باذن الله هيكون المران على الملعب اللي هستضيف هذه المباراة، يعني المفروض هيكون بكرة الكلام ده، لكن حتى هذه اللحظة المران هيكون بتاع النهاردة تحديدا في الملعب اللي استضاف تدريبات النادي الأهلي على مدار الأيام السابقة يعني بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا أمير، مراسل قناة النادي الأهلي في مونديال العالم للأندية. ويمكن احنا امبارح كان في لقطة مهمة جدا يا سارة لو تفتكري، تيشرت النادي الأهلي في متحف الفيفا وتوقيع كابتن محمود الخطيب. طبعا انت يعني انا الحقيقه يمكن كنت سمعت قبل كده عن متحف الفيفا ده، لكن ما حصلش ان كان في مناسبه ان انا ازوره او حتى اتفرج عليه. ولا انا زورته الحقيقه، بس زي ما قلنا يمكن امبارح انه احساس بالفخر كبير قوي ان احنا تبقى التيشيرت بتاع النادي بتاعنا يعني في متحف كبير زي ده، اي حد يروح ويشوف ويعرف قيمه النادي الاهلي ان هو بين الانديه العالميه، يعني النادي الاهلي من اكبر الانديه في العالم مش بس على مستوى افريقيا. احنا بنتكلم على 120 سنه كوره، وبالتالي بنتكلم على تاريخ لمنتخبات وتاريخ لأندية وبطولات وإنجازات وشخصيات أثرت في اللعبة بشكل كبير جدا. النهاردة في السادسة هناخد حضراتكم في جولة في متحف الفيفا ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. انت بتتكلم على قصص نجاح الحقيقه، وراها مجهود ووراها صبر ووراها اراده ووراها تحدي للظروف. كل حد مرتبط اسمه بالمتحف ده، سواء كان نادي او سواء كان لاعب او سواء كان يعني واحد من اساطير اللعبه، خاض في حياته صعوبات كتيره جدا عشان يوصل لانه يكون ليه ركن او يبقى ليه يعني حاجه من مقتنيات متحف الفيفا. والأهلي الحقيقة لما بنلخص تاريخ 113 سنة، أنا بعتقد أنه تاريخ عظيم ومشرف لكل المصريين، مش بس الأهلوية. وجود تيشرت النادي الأهلي في المتحف الفيفا ترجمة للإنجازات الكبيرة اللي حققها النادي الأهلي. أعتقد أن ده أفضل مكان ممكن كل عشاق كرة القدم أن هم يروحوا يزوروه ويشوفوا كل لأن ده متهيألي المتحف الأول من نوعه اللي ليه علاقة بكرة القدم. حقيقي. طيب غير متاحف الانديه، انت عارفه ان الاهلي كمان هيكون عنده متحف قريب جدا. بالظبط، كنا بنتكلم في ده وقت افتتاح استاد الاهلي والسلام. واعتقد دي هتبقى برضو حاجه جديده بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان هم يروحوا يزوروا المتحف ده ويزوروا يقدروا ياخدوا جوله كده في الملعب المتحف ويشوفوا تاريخ النادي الاهلي. جزء من اهميه
اهميه الانت او يعني جزء اساسي من فكره الانتماء هي انك انت تبقي عارفه التاريخ. يعني ممكن النهارده طبعا حد يكون بيفتح عينه على لعبه الكوره ويبتدي يحب الكوره ويبتدي يختار فريق بيشجعه، فيشوف الاهلي بيكسب ويشوف الاهلي بيحقق بطولات والاهلي بيشارك في كاس العالم، فيحس انه بيميل ناحيه النادي الاهلي وبعد شويه يبقى منتمي. لكن فكره التاريخ والارتباط بالتاريخ وانك تعرف تاريخ، اعتقد ده وبالنسبه لتاريخ نادي الاهلي كمان، احنا بنتكلم على تاريخ استثنائي وتاريخ عظيم مش بس على مستوى مصر وعلى قاره افريقيا، لكن كمان على مستوى العالم. اعتقد دي خطوه مهمه جدا لقدام. نروح مع حضراتكم صلاح بعد ما سجل صلاح هدفين في مرمى ويست هام الحقيقه ووصل للهدف 90 في الدوري الانجليزي، اصبح خامس أكتر لاعبي القارة الإفريقية تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي. وعلى ما يبدو كده صلاح في طريقه أنه هو يحطم كافة الأرقام وأنه هو يحتل قمة الترتيب قريب جدا، خاصة أن الفوارق مش بعيدة. يمكن ترتيب الهدفين هو الإيفواري دروجبا بواقع 104 هدف، وبعديه إيمانويل أديبايور طبعا نجم، كان نجم الأرسنال أعتقد، مسجل 97 هدف، في المركز الثالث يعقوبو ب 95 هدف، وساديو ماني في المركز الرابع بفارق جون واحد بس عن صلاح. ساديو ماني مسجل 91 واخيرا صلاح مسجل 90 هدف. واحد من الارقام القياسيه اللي انا بشوف في حال اذا ما استمر صلاح في ليفربول سهل جدا انه يحقق رقم قياسي جديد، خصوصا انه لما نقيس مشوار صلاح مثلا بساديو ماني اقرب منافسيه، لا ساديو ماني بيلعب في انجلترا يعني صلاح ما لعبش في انجلترا غير 3 مواسم بس، وبالتالي فرصه صلاح في انه يكسر حتى رقم يعقوبو اديبايور وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار طبعا، اعتقد انها فرصه سهله وكبيره جدا. نروح لرئيس اللجنه المنظمه، نروح لاولمبياد طوكيو. انا بيتهيألي يعني قبل ما ادخل في اولمبياد طوكيو، انت عارفه طبعا الاولمبياد دي كانت المفروض تتلعب السنه اللي فاتت وبسبب كورونا تأجلت السنه دي، وكان في كلام كمان انه ممكن يكون في احتماليه لتأجيل او ترحيل ميعاد الاولمبياد قدام شويه كمان، لانه واضح انه الموجه الثانيه واثرها على العالم كانت اقوى بكتير من الموجه الاولى. لكن الحقيقه انا بيتهيألي انه، وده مش مبالغه لما بقول انه، نجاح مصر في تنظيم بطولة كبيرة بحجم بطولة كأس العالم لكرة اليد ومشاركة 32 منتخب فيها، أعتقد دي أدت حافز كبير جدا. احنا بنتكلم على دولة عظيمة طبعا هي دولة اليابان، وبنتكلم على قدرات غير طبيعية، وبالتالي أنا بيتهيألي إنه مصر بس فتحت الباب. النهارده يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة الأولمبياد طوكيو أكد على إقامة دورة الألعاب الأولمبية اللي تم تأجيلها من صيف المقبل مهما كان الوضع بالنسبة لتطور حالات فيروس كورونا. موري قال إن احنا بالتأكيد مصرين على تكملة المشوار مهما كانت تأثيرات جائحة كورونا، وأضاف إنه يجب إن احنا نتجاوز المناقشة حول إقامة الأولمبياد أو لا، ونفكر بس في ايه نوع جديد من الالعاب ممكن ان احنا نضيفه لهذه المناسبه. انا بيتهيألي ان العالم كله مستني الاولمبياد، يعني حتى في ظل ان العالم بيعاني بشكل كبير جدا من كورونا، فكره تاجيل او الغاء، لان ما اعتقدش انه هيبقى في تاجيل، يعني لو تاجلت اعتقد انه مسارها هيكون الالغاء، فبيتهيألي انه السيناريو الاقرب انه الاولمبياد تقام في موعدها ان شاء الله. انا اعتقد برضو ان هي تقام في موعدها، واكبر دليل طبعا كلام يوشيروي ماري ده، انه طبعا يعني رئيس اللجنه المنظمه لما يقول انه خلاص ما فيش تاجيل يبقى ما فيش تاجيل، مع اني قلت لك يمكن انه كان في استفتاء على احد المواقع يعني، وكان اكتر الشعب الياباني شايف انه المفروض الاولمبياد تتاجل بسبب الموجه الثانيه من فيروس كورونا واللي جايه جامده جدا. ولكن لو اتاجلت يعني متهيألي خلاص دلوقتي الشعوب كلها بتحاول تتعايش مع فيروس كورونا، يعني حتى خلاص كل الدوريات رجعت وكل البطولات أقيمت، وبطولة أستراليا المفتوحة في التنس خلاص الشهر ده بعد ما كان طبعا السنة اللي فاتت ويمبلدن اتلغت ورولان جاروس اتأجلت، فخلاص كله بيعيش وبيرجع وبيرجع البطولات، وهيبقى من الصعب جدا فكرة التأجيل. يعني زي ما قلت لك لو فكرة تأجيل أعتقد أنك هتروح لفكرة إلغاء، لأنه الأجندة بتاعتك الأجندة الدولية مزدحمة جدا، وصعب أنك أنت تلاقي وقت يسمح بإقامة أولمبياد، خصوصا أنه هيبقى في نسخة تانية بعدها قربت خلاص، هيبقى بعدها كمان سنتين، فهيبقى عندك 2 أولمبيكس ورا بعض، هيبقى صعب جدا. لكن في جميع الأحوال، وعشان برضو الناس ما تفهمش كلامي
غلط. انا مش بقارن طبعا، لانه انا مدرك تماما الاولمبياد هي اكبر حدث رياضي واضخم حدث رياضي على وجه الارض. انت مش بتستضيف لعبه ولا اتنين، انت بتستضيف كل الالعاب الاولمبيه ومنتخبات جايه لك من كل مكان في العالم، وبالتاكيد هو تحدي صعب. بس انا اعتقد بما انه بنتكلم على دوله بحجم وبقدرات وبتنظيم اليابان، فهي قادره ان شاء الله على اقامتها. والاهم من ده هو انه بقى في اراده في العالم كله انه الحياه تستمر مهما كان تاثير حجم يعني ازمه كورونا علينا. طيب نروح بقى مع حضراتكم فاصل، وهنرجع الحقيقة النهاردة في فيديو كونفرنس مهم جدا هنتكلم فيه مع واحد من أهم نجوم البرتغالية سارة. طبعا البرتغال في الكورة مقدمنا نجوم كتير جدا على مدار أجيال مختلفة، آخرهم طبعا هو مش آخرهم، هو يمكن قبل آخرهم الظاهرة كريستيانو رونالدو، لكن في قبل منه أسماء كبيرة جدا، ومنهم ضيفنا اللي هيكون موجود معنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس نونو جامش. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بيقولوا انه حارس المرمى بنص الفريق، والمقولة دي مش سليمة، هي سليمة في حالة واحدة بس، اذا كان عندك جون بحجم وقيمة محمد الشناوي. محمد الشناوي الحقيقة اللي ممكن نقول ان دوره بيتعدى بكتير فكرة انه يكون مجرد حارس مرمى، ولكنه في المقام الاول حقيقة هو قائد مهم جدا للفريق. محدش يقدر ينكر الحقيقة الدور اللي قام بيه محمد الشناوي في الموسم الاخير اللي توج فيه الاهلي بالثلاثيه، دوري الابطال والدوري المصري وكاس مصر. والحقيقه انه الجماهير كلها اجمعت، ده ما كانش رايي انا شخصيا، ده كان راي جمهور النادي الاهلي اللي اجمع انه محمد الشناوي لعب دور رئيسي، دور كبير جدا عشان يتوج الاهلي بالثلاث بطولات. ما زالت الحقيقه مسيره الشناوي مستمره وارقامه في السيزون ده بتاكد ده، لكن قلت الحقيقه كمان انه اكتر حاجه يمكن بتميز محمد الشناوي هي شخصية القائد، ودي الشخصية اللي بتتناسب دايما مع شخصية النادي الأهلي. عنده قدرة كبيرة جدا على خلق الحافز لزمايله، وعنده قدرة كبيرة جدا على قيادة فرقته جوه الملعب وبره الملعب. نقف مع حضراتكم شوية، وطبعا أمال الجماهير النادي الأهلي كلها معلقة على محمد الشناوي في بطولة العالم، لأنه بالتأكيد إن شاء الله هيكون موفق ويكون ليه دور رئيسي مع النادي الأهلي. هستعرض مع حضراتكم دلوقتي جزء من أهم أرقام محمد الشناوي في الموسم ده، الحقيقة يمكن بيقدم فيها الشناوي دور أكتر من رائع، ومازال ويمكن دي واحدة من أكتر مميزات سوبر شناوي، إنه عنده قدرة ورغبة دايما مستمرة إنه يخلق الحافز وإن هو يطور مستواه. محمد الشناوي لعب الموسم ده 9 مباريات، تلقى شباكه هدفين فقط لا غير، قدر ان هو من 19 تصويبه سددت على مرمى النادي الاهلي انه ينقذ 17 منهم، وقدر انه يخرج في 7 مباريات بكلين شيت. نسبه التمريرات الصحيحه 82%، ودي واحده من اكثر مميزات الشناوي، قدرته على بناء الهجمه السريعه. الشناوي بطل، ينقذ ركلة الجزاء، محمد الشناوي بطل. الشناوي توقيت ولا أروع وإنقاذ ولا أجمل، والكرة إلى خارج الملعب. المرة دي جدار الشناوي هو اللي ينقذ الكرة. بسم الله ما شاء الله عليك، ثروة قومية. الجدار محمد الشناوي. نونو ميغيل سواريز هو الملقب بنونو جامش، طبعا واحد من اشهر نجوم المنتخب البرتغالي اللي لعب لبنفيكا البرتغالي، ولعب كمان لبلاكبيرن روفرز الانجليزي، والحقيقه يمكن يكون لي جزء كبير جدا من الذكريات المصريين معاه، يعني في خصوصا في اثناء مشاركته في كاس العالم مع البرتغال. البرتغال قدمت الحقيقه نجوم كبار على مدار اجيال مختلفه، بدايه من ايزيبيو، مرورا بروي كوستا، لويس فيجو، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ونونو جامش طبعا ضيفنا النهارده في السادسه. في البدايه طبعا اهلا بيك على شاشه الاهلي معانا في السادسه نونو جامش. بشكركم جزيل الشكر، ده طبعا شيء يسعدني ان انا اكون معاكم النهارده على البرنامج، واحب اقول هلو لكل محبي الكره المصريين والفانز بتوعي وللاهلي تي في ككل. يعني الكره البرتغاليه كره محببه جدا للمصريين، لان المنتخب البرتغالي عودنا يقدم دايما كره جميله، والمصريين بيعشقوا الكره الجميله.
انا قبل ما ادخل معاك في الكره البرتغاليه ونجوم البرتغال والكره العالميه بشكل عام، احب اتاكد منك من معلومه انك انت كنت قريب من الانضمام للنادي الاهلي في الفتره اللي تولى فيها المدرب البرتغالي الشهير مانويل جوزي موقعه كمدير فني للنادي الاهلي، وعرفت انه كان في مفاوضات وكان في فكره انضمامك للنادي الاهلي المصري. ايوه، كان طبعا في ذلك الزمان بيتهيألي في سنة 2007 أو 2008 مانويل خوسيه كان المدرب، واتكلمنا أكتر من مرة في الوقت ده، وكنت طبعا يسعدني جدا، وأنا طبعا كنت سعيد في فريقي في بنفيكا، وكذلك كان يسعدني أني أخذ مكان على الفريق القومي لعام 2008، واستكملت اللعب للبرتغال، لأن في الوقت ده كنت شايف أن اللعب هنا في البرتغال في بيتي في بلدي كان هو الأفضل بالنسبة لي علشان أقدر أخش الفريق القومي بتاعنا. خليني اكلمك شويه عن مانويل جوزيه، وهل ما زلت مرتبط معاه لغايه دلوقتي؟ يعني انا عارف ان كان في تواصل دايم ومستمر بينكم وبين بعض، وبالنسبه لنا هنا في مصر مانويل جوزيه يعتبر من المدربين الاساطير اللي جم تولوا مسؤوليه النادي الاهلي. هل ده كان واصل عندكم في البرتغال، النجاحات اللي حققها جوزيه اثناء توليه طبعا مسؤوليه النادي الاهلي؟ ايوه، مانويل خوسيه مانويل خوسيه كان المدرب بتاعي في بوافيستا وبنفيكا، وهو طبعا كان مدرب ممتاز، وكذلك على مستوى الانساني انسان جميل جدا، شخصيه جميله. ابتديت مشواري الكروي معاه في بوافيستا، وبالطبع انا لازلت على اتصال معاه، ومن حين الى اخر بنتقابل على الغداء مع بعض الاصدقاء كمان. وهو يعني لقبه في مصر مع الأهلي، أو يعني تتحدث عن نفسها، هو كسب مع الأهلي وحقق معه يعني ما يسمح لي نقول أنه هو يستحق تمثال في النادي. أنا طبعا صديق قريب مع بيرو بامي، وهو كان المساعد بتاعه في الأهلي، وطبعا هو دلوقتي كمدرب قوي جدا، وأنا حقيقة فخور أني كنت واحد من اللاعبين اللي ابتدوا مشوارهم مع مانويل خوسيه. لو سألتك على النجوم المصريين اللي ممكن تكون بتتابعهم أو تعرفهم، يمكن أشهر نجم مصري حاليا موجود في نادي ليفربول هو محمد صلاح، ولكن في نجوم تانية لعبت على مدار أجيال مختلفة. مين النجوم المصريين أنت تعرفهم يعني كانوا لاعبين كرة قدم نونو؟ أولهم طبعا أنا أفتكر واحد من اللاعبين اللي كان بيلعب هنا في البرتغال، عبد الغني، طبعا كان لاعب جامد جدا وكان رقمه 10، وكان أحد النجوم يعني اللي كبرت وأنا بتفرج عليهم هنا على التلفزيون وقت ما كان بيلعب في البرتغال، وكنت بحبه جدا وكان كويس جدا. طبعا انا افتكر كذلك في ميدو، وهو صديقي. ميدو واحد من احسن اللاعبين المصريين ايفر، وبالتالي طبعا ابو تريكه اتكلمت معاه كتير وبحبه كتير. الكره المصريه، اللاعبين الكره المصريه هم طبعا دايما كانوا على مستوى مميز ان ما قارناهم باللاعبين البرتغال، ولأن بلدينا يتشابهوا في أن عندهم مواهب كبيرة. محمد صلاح طبعا هو أحد أكبر اللاعبين على مستوى العالم في هذه اللحظة، وبيتهيألي هو أكبر سفير للكرة المصرية حاليا. طبعا عندكم لاعبين كبار كتير زي تريزيجيه مثلا، وأنا بحبه كتير، وهو بيلعب بطريقة جميلة جدا في فريقه. طيب هسألك شوية عن الكرة البرتغالية، وزي ما قلت احنا يعني البرتغال قدمت كتير من النجوم الحقيقة للكرة العالمية، يعني زي ما قلت في البداية إيزيبيو، زي ما قلت لويس فيجو، زي ما اتكلمت على كريستيانو رونالدو، روي كوستا، نونو جوميش، وحاليا أعتقد في موهبة كمان قادمة بسرعة الصاروخ هي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. لكن الحقيقة يمكن والأندية كمان البرتغالية بتعتبر يعني روافد أساسية لأكبر أندية أوروبا اللي بتعتمد على
الأندية البرتغالية في إمدادها بالمواهب سواء محترفين من الخارج أو لاعبين برتغاليين، لكن للأسف شديد يمكن غابت الأندية البرتغالية عن منصات التتويج لفترات طويلة. من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ طبعا اسمحوا لي، الموضوع مش سهل. يعني إن قارنا الميزانية اللي ممكن تكون متوفرة عند كثير من النوادي الأوروبية لبناء فرقهم وقوامهم، الفرق دي النهاردة في أوروبا بتصرف مبالغ كبيرة جدا عشان تبني فرقة، ما قارناها طبعا بالنوادي البرتغالية. في البرتغال احنا متعودين أكتر على تطوير اللاعبين ثم بيعهم، وبالتالي يعني ما بنحتفظش بافضل اللاعبين، لان طبعا بيبقى عندنا صعوبه ان احنا ننافس مع النوادي الكبرى على المستوى المالي على في الخمس دول الاوروبيه الكبرى. وبالتالي انا بعتقد ان الاسباب الاولى والاساسيه هي بخصوص ان يعني هي مرتبطه بان يكون عندنا قوه اقتصاديه اكبر مقارنه بالنوادي البرتغاليه وباقي النوادي الاوروبيه. بعرف انك يمكن واحد من اشهر وكلاء اللاعبين دلوقتي في البرتغال وفي اوروبا، خليني اسالك على محمد صلاح تحديدا، وفكره الكلام او ما تردد على انه في احتمال انه محمد صلاح يغادر الانفيلد. هل انت مع هذه الخطوه من وجهه نظرك؟ هل ترى انه الخطوه دي قد ان اوانها وانه صلاح من الممكن انه يتحرك لنادي تاني في اوروبا، ولا تفضل البقاء واستمرار صلاح مع ليفربول؟ حسنا، انا يعني اقول قبل كل شيء ان هو قرار شخصي، يعني القرار يرجع للاعب اولا، لان هو حاليا يعني نجم كبير لليفربول، لمحبي ليفربول وللفريق، يعني نادي ليفربول ككل. النهارده محمد صلاح هو سنتر ونكسب كل حاجه للفريق، وبالتالي القرار يرجع له وحده. طبعا في هناك امور كتير مرتبطه، يعني هو عايز ايه لمستقبله، اذا برضه مش عارف اذا كان هو عايز ان يلعب لدوله اخرى مثلا في الفتره دي. بريمير ليج هي افضل ليج، افضل دوري على مستوى العالم، وهو لعب قبل كده كمان لايطاليا، وبالتالي انا مش قادر اقول، يعني انا مش عارف اذا كان عايز يثبت انه قادر على اللعب مثلا في اسبانيا. هو طبعا لو راح ريال مدريد او برشلونه هو طبعا هيقدم حاجات كتير هناك برضه، لان هو لاعب اصلا ممتاز، ولكن الموضوع في الاخر يرجع له هو شخصيا. القرار هنا شخصي. مين الافضل في العالم دلوقتي من وجهه نظرك، كريستيانو رونالدو ام ليونيل ميسي؟ ممكن تقول للمستر احمد مين هو افضل لاعب من وجهه نظرك في العالم دلوقتي؟ هل بترى انه كريستيانو رونالدو ام ليونيل ميسي؟ ليو ميسي. طبعا يعني السؤال ده الاجابه دايما عليه صعبه، لان انا شايف ان الاثنين لاعبين على مستوى عالي جدا إن ما قارناهم بالآخرين. يعني أنا برضو عايز أضم ليهم محمد صلاح على نفس المستوى، لأن هما على مستوى يعني مستوى الزمني قدموا حاجات كتيرة قوي متتالية، وبالتالي أصبح من الظلم إن إحنا نختار واحد منهم بس. لأن طبعا يعني أنا إن اخترت هختار كريستيانو لأن هو برتغالي زيي، ولكن إحنا عندنا حظ السعيد إن نقدر نشوف في زماننا الحاضر مباريات للاعبين الاثنين الاخرين اللي انا قلت عليهم، لان يعني هم بيلعبوا لفرق تانية وبالتالي بيسمحوا لنا بكره جميله. طيب. وكلهم حققوا اشياء جميله وسوف نتذكرهم جميعا، انا متاكد. انا كنت سايب صلاح للسؤال اللي جاي. انا سؤالي اللي جاي هيكون ما بعد فتره ميسي ورونالدو، مين بترى انه قادم عشان يكون افضل لاعب في العالم؟ مين الموهبه اللي لفتت نظر نونو جوميش وبترى انه يملك من الامكانيات انه يكون افضل لاعبي العالم؟ ولو امكن ممكن تختار ثلاث اسماء. طبعا انا برضو اعيد ان الموضوع مش سهل، لان اللي عندك برضو مثلا نيمار حاليا هو لسه برضو ممكن نقارنه بميسي او كريستيانو من حيث السن، هو اصغر منهم وهو لاعب ممتاز برضو.
وكذلك عندنا امبابي برضو. امبابي طبعا ممكن يكون اللاعب اللي ممكن نتكلم عنه برضو على مدار العشر سنين التالية، أتمنى له ذلك. وبعدين عندنا جواو فيليكس، هو لسه شاب، وعندك برناردو، عنده برضو في لاعبين إنجليز كويسين لايك جينجل سانشو أو آخرين بيلعبوا في بوريس دارتمون، اعتذر، وهو هداف، هو هداف كويس. احنا يعني ككرة القدم عندنا دايما بيبقى موجودين شباب عندهم المواهب بيبتدوا ياخدوا اماكن النجوم القديمة، ده طبيعي. طيب هبعد عن الكرة شوية، أتكلم معاك عن الناحية الاقتصادية، بما ان احنا بنتكلم وبما انك واحد من اهم وكلاء اللاعبين، على تأثير فيروس كورونا على قدرات الأندية من ناحية التعاقدية، وتأثير ده حتى على الأرقام المرتبطة بقيمة اللاعبين في السوق الأوروبي، إزاي بترى أو كيف تراها تأثرت؟ طبعا كان لكورونا أثر مباشر، لأن كل النوادي النهاردة زي ما أنتوا عارفين بسبب الجائحة وطبعا الحظورات المفروضة وعدم وجود مشاهدين في الملاعب ومدخول الفرق كلها طبعا أثرت. فالنوادي زي ما انت شايف منذ يعني آخر سوق، آخر ترانسفير ويندو، عايزين يعملوا عقود، ولكن برضو عايزين يوفروا على قد ما يقدروا، وبالتالي يعني عايزين، او بالتالي ان هم ياجلوا الدفع، يعني يعملوا ديلز بس يدفعوا اجل، ولان هم بياملوا ان الجائحه تنتهي قريب ان شاء الله، وبالتالي هم عايزين لاعبين، ايوه، ولكن عايزين ياجلوا الدفع بتاع التعاقدات، وبالتالي حتى يعني ينتظروا ان هم يحصلوا على بعض الارباح التي يتوقعونها، يعني سواء من خلال حقوق الشاشة أو من خلال وجود المشاهدين في الملاعب أو الماركتينج. الفرق النهاردة بتخسر كتير من الفلوس في اللحظة الحالية زي ما أنا بكلمك دلوقتي، ولكنهم طبعا بيحاولوا أن يعملوا أو أن هم يصرفوا الأقل الممكن حتى يقدروا أن هم يمروا بهذه الفترة ويكون عندهم كذلك لاعبين مناسبين. نونو جامش، انت لعبت كاس العالم اعتقد في مرتين، مناسبتين، شاركت في مع منتخب البرتغال في نسختين من كاس العالم، واعتقد انه اللاعب اللي بيشارك في بطوله كبيره زي او عنده خبره المشاركه في بطوله كبيره زي دي، من المهم انه يوجه نصيحه للشباب اللي ممكن يكون مقبل على مشاركه في بطوله كبيره لاول مره في مسيرته الكرويه، توجه له نصيحه تقول له ايه؟ محتاجين يشتغلوا على نفسهم جامد، دي أول حاجة أحب أقولها، ده السر إنك تشتغل جامد. طبعا إن يكون عندك الحلم إن أنت تقدر تحقق شيء كبير، ده حلو، ولكن إن عشان ده يحصل لازم نركز ولازم نشتغل على نفسنا، نشتغل جامد. كون إن الواحد مننا عنده الموهبة الطبيعية دي حاجة، وكون إن هو يشتغل ويشتغل كل يوم أكتر دي حاجة تانية. مطلوب مننا إن نفكر كويس، لأن لو قدرنا نحقق حاجة المفروض برضو إن هم يكونوا قادرين إن هم يشتغلوا أكتر ويضيفوا أكتر لما حققوه. الموضوع يعني مثلا لو نتكلم على كريستيانو رونالدو، وهو من أكبر الأسماء اللامعة والمثال على كيفية تحقيق الأهداف، يجب أن يكونوا واثقين بنفسهم، بيأمنوا بنفسهم، بيشتغلوا على نفسهم وبيشتغلوا بجد، وبالتالي ممكن أن هم يحققوا كل ما هو في مرادهم. خلي تركيزك موجه في نقطة واحدة، اشتغل كل يوم على التحسين من نفسك ومن مستواك، وبكده تقدر تكون كل يوم لاعب افضل من السابق. نونو جوميز، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وفي اخر سؤال ليا هيكون، ايه هو افضل هدف سجلته في مسيرتك في الملاعب؟ انا طبعا كنت محظوظ ان يعني احقق بعض الاجوال على مستوى تاريخي، ولكن جمال الجول نفسه يعني يعتمد على اهميته،
فإن كنت جبت جول جميل ولكن خسرت المباراة، بالتالي الجول فقد رونقه. إلا أن ممكن أنك تقول أن الجول يعني حتى وكان جميل إنما خسرت المباراة بيخسر أهميته. المهم أن احنا نكسب مباريات. أنا طبعا فاكر جون كان أول جون ليا في تاريخي مع فريقي القومي مقابل إنجلترا في أوروبا عام 2000. أنا حققت جون المكسب المباراة، وطبعا ما كانش أفضل جون ولكن هو ده اللي فضل أهم جول بالنسبة لي، لأنه كان أول جون ليا وقدرت بيه أن أنا أجيب الفوز لفريقي. يورو 2000 إنجلترا والبرتغال، البرتغال كسبت 3-2 وده كان هدف نونو جامش. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم من جديد، ومنورني كابتن السيد حمدي نجم نجوم النادي الأهلي. والحقيقة إنه الكابتن ليه معزة كبيرة قوي عند جماهير النادي الأهلي، اللي دايما بيبقوا مبسوطين إن هو معانا، إن هو هيتكلم عن النادي الأهلي. والفترة دي مش بس بنتكلم على إن هو نجم من نجوم النادي الأهلي، ولكن كمان بنفتكر كلنا هدفه الشهير مع النادي الأهلي في مونديال اليابان، واللي لازم نفكره بيه ونتكلم عليه ونتكلم على الذكريات دي. بيكلمنا على قد إيه المنافسة في بطولة عالمية زي كاس العالم للأندية بتبقى مختلفة أكيد عن أي بطولة تانية. منورني يا كابتن. ازيك يا سارة، ربنا يخليك. منورني وفك بقى خلاص. ممكن المفروض تفك بقى. أنا فكة وهنتكلم على كل حاجة بقى. يعني أنا عايز أبدأ معاك كده، خلينا يعني قبل ما نرجع طبعا الهدف بتاعك وشعورك في المونديال، لا خليني اتكلم معاك الاول على مباراه التحيل اللي هي خلاص يعني بعد بكره يوم الخميس. شايف ازاي المباراه دي؟ عايز اعرف منك انت وجهه نظرك، شايفها ازاي فنيا نادي الاهلي ونادي التحيل في اولى مباريات كاس العالم للانديه؟ اولا طبعا انا سعيد ان انا معاكي، وببقى سعيد جدا لما ببقى موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. مباراه الاهلي والتحيل طبعا هتبقى مباراه يعني كل الناس بترقبها، كل الناس متابعه البطوله، في ناس بتحاول تقلل من الحدث الرياضي. لا، هو حدث رياضي كبير جدا، كاس العالم انديه حدث كبير كل الناس بتتابعه، في انديه مشاركه موجوده فيه، فرق اوروبيه وفرق من اسيا ويعني امريكا الجنوبيه، فمش عايزين نحاول نقلل من قيمه البطوله. ليه الناس دي بتقلل يا كابتن؟ معرفش يعني، مش عارف، يمكن لوجود النادي الأهلي طبعا. فده برضو وأنا شايف أنه حاجة سلبية طبعا. لا، النادي الأهلي بيمثل الكرة المصرية بيمثل مصر وفي أفريقيا طبعا. الأهلي في فرقتين عربيين في موجودين في البطولة، فده حاجة يعني حاجة تسعدنا نبقى في موجودين فرقتين عربيين موجودين في البطولة. طبعا نتمنى طبعا النادي الاهلي مباراه ومع الدحيل ان شاء الله تبقى نقطه بدايه له ويعمل حاجه في البطوله ويفنش مركز يليق بالنادي الاهلي طبعا. بتكلميني من النقطه الفنيه، النادي الاهلي طبعا ماشي بشكل كويس في الدوري، رايح عنده كل ثقه، عنده تاريخ في البطوله، المعنويات مرتفعه جدا للعيبه، بيلعب في قطر برضو بلد عربيه، تحس ان الاجواء مش بعيده يعني، غير لما كنا احنا موجودين في اليابان في جمهور موجود، وده الميزه الوحيده اللي هيقابلها النادي الاهلي هناك، انه في جمهور موجود هناك وبيدعمه. واتمنى طبعا ان لو كان الامور طبعا مختلفه وما فيش كورونا كان اعتقد ان يبقى في جماهير اكتر من كده. فانا شايف ان الاهلي فنيا في حوافز تخليه يقدم بطوله كبيره جدا، عنده لعيبة، عنده جهاز. لا، أنا شايف إن النادي الأهلي كفته والحمد لله تطمننا يعني. بالنسبة للدحيل طبعا دعم بلعيبة يعني كويسة جدا، الدحيل برضو مفنش الدوري، فشايف إن الدحيل هيبقى فرقة برضو لازم نقدرها ولازم نحترمها، ولازم نعرف إن فرقة الدحيل فرقة قوية، وإن شاء الله بإذن الله انا حاسس ان الاهلي قدم مباراه كويسه ونكسب باذن الله ان شاء الله. عدم وجود الجماهير في مونديال اليابان كان مؤثر جدا طبعا. الاجواء طبعا كانت كويسه يعني، ما اقدرش اقول لك الاجواء كانت وحشه، لا الاجواء كانت كويسه جدا في اليابان، بلد منظمه جدا، بلد ملعب التمرين حاجه خرافه. المباراه اللي احنا الاستاد اللي احنا كنا بنلعب عليه المباريات كان استاد رائع،
الجو في اليابان كان ساقع جدا مع تغيير النوم وكده اسرع لنا شويه، لكن بصراحه كانت في اجواء تساعد اي لعيب يلعب. يعني الجو الساقع ده كان صعب، احنا كنا بنتمرن بجاكيت مطره يعني تخيلي درجه السقعه، لكن في يوم المباراه كان الجو يعني بسيط شويه مع السخونيه في المباراه لما سخنا شويه يعني دخلنا الماتش ما حسيناش بالجو شويه. كنت بتلعب اساسي طبعا، وكابتن محمد ابو تريكه وكابتن عماد متعب وكابتن بركات كانوا احتياطي، وقلت تقريبا ده ادك ثقه كبيره. اكيد اكيد. قالوا لك ايه مثلا يا كابتن يعني قبل ما تلعب قبل ما تنزل المباراه؟ بصي انا بدات العب يعني بشكل اساسي مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، يعني الفتره من دور الثمانيه مثلا بدات الكابتن حسام يعتمد عليا، وده اداني ثقه ان انا بمثل النادي الاهلي وبمثل الخط الامامي. يعني كان معايا جده بيبدا يعني معايا في الفتره دي، والله يعني كان في خوف شويه ان طبعا انت عارفه الاعلام كان بيتكلم برده يعني كل النجوم دي موجوده بره، وانت كابتن الفريق بدا يتحرك لملعب التدريب طبعا، ده الاسطوره كابتن محمود الخطيب اللي يمكن موسيماني كان بيتكلم النهارده على قد ايه في دعم كبير قوي من كابتن محمود الخطيب اللي حريص ان هو يكون موجود في كل وقت ومع كل مع النادي الاهلي في كل الاوقات وفي اي مباراه، وده الحقيقه فارق مع مع اللعيبه بشكل كبير، وحتى بيدي حاله كده راحه واطمئنان لجماهير النادي الاهلي كمان مش بس اللعيبه. قمه كبيره طبعا في الرياضه، ورئيس النادي الاهلي طبعا لما يكون هو الموجود مع الفريق فده بيدي حافز للعيبه برده بشكل كويس. لا مهما نتكلم طبعا عايزين حلقات نتكلم على كابتن الخطيب، اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك النادي يعني يرجع بمركز يليق بالنادي الاهلي باذن الله. باذن الله. كنا بنتكلم على النادي الاهلي وهنرجع تاني طبعا لذكريات اليابان، بس خلينا نروح لنادي الاهلي ومباراه التحيل. عايز اسالك شايف مين اكتر اللعيبه اللي ممكن تتالق جدا في مباراه الاهلي والتحيل؟ بص يا ساره، وكل الامور يعني الحمد لله ايجابيه بالنسبه للعيبه، انك رايح بلد عربيه، بلد فيها في جمهور موجود، فهيدي كل الحوافز موجوده يعني باذن الله لتخلي اللعيبه ان شاء الله مين كلها. مين انت تتوقع له ان هو نشوفه كده؟ والله متوقع لكذا لعيب، يعني متوقع للشحات وكهربا وقفشه، يعني الثلاث لعيبه دول انا حاسس ان شاء الله باذن الله الامور هتختلف معاهم لو ركزوا باذن الله مع النادي بشكل كويس في المباراه اللي جايه دي. اعتقد انها هتبقى انطلاقه كبيره جدا كمان للشحات، يعني في انتقاد شويه لبعض الناس بينتقدوا الشحات، لكن انا شايف ان الشحات لا مقدم مستوى كويسه وارقام كويسه، والشحات برضو عنده خبره في البطوله دي، لعب مع العين ولعب نهائي قصاد ريال مدريد. ان شاء الله باذن الله الثلاث لعيبه دول ان شاء الله انا شايفهم ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله. بمناسبه قفشه، لو قدر ان هو مثلا يسجل هدف في كاس العالم للانديه هيبقى كده سجل في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه، وحضرتك بالزبط. عملت ده، سجلت في نهائي افريقيا في كاس العالم للانديه، الموضوع مختلف ازاي؟ والله انا شايف ان قفشه يعني بدا يستعيد مستواه. لا انا عايز اعرف مختلف ازاي الاول من ناحيه انه الهدف هنا في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه، يعني فرقت حاسس بفرق ان دي بطوله عالميه. بالظبط كده، بيدي ثقه كمان، ولما تروحي تشاركي في بطوله عالميه زي كاس العالم فالموضوع هيبقى مختلف بالنسبه لقفشه، لان القفشه الفتره دي ما شاء الله الناس بتتكلم عليه طبعا ان هو القضيه ممكن كان القضيه ممكن، فمحطين امل كبيره جدا على قفشه ان هو برضو محور اللعب في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله اتوقع زي ما قلت لك ان انا حاطط قفشه من ضمن اللاعيبه اللي ان شاء الله هيبقى الامور مختلفه معاه في كاس العالم. يعني تقييمك لوالتر بواليا؟ بصي يعني مش هتكلم في خلاص هو جه النادي الاهلي، يعني مش هتكلم في النقطه، كنت حابب انا اتكلم بس مش حابب ان انا، لان ده اختيار مجلس اداره او اختيار مدرب، فكله له كل الاحترام، بس هو كنت متالق في الجون يا كابتن.
اكيد طبعا، ما بقول لك من ضمن هدافين الدوري يعني. انا يعني كنت اتمنى في لعيب احنا خسرناه ان هو طلع عراء وليد ازارو، يعني انا كنت اتمنى ان وليد يبقى موجود مع المجموعه دي، لكن هو طبعا مش لازم نحكم عليه في الوقت ده يعني، مش لازم نحط كل الضغط عليه. هو لاعب كويس من ضمن الهدافين الدوري، لكن يعني اتمنى ان هو يخش يتاقلم بسرعه، لان هو طبعا كون ان انا اجيبه ومحتاجه كنت اتمنى ان هو يخش في الاجواء بسرعه. اتمنى له التوفيق طبعا. كان معايا امبارح نجم الكره التونسيه زبير بيا، وقال لي انه شايف انه محتاج والتر بواليا ياخد فرصه اكتر من كده، موسيماني محتاج يديله فرصه اكتر من كده، ويعني زي بتقول نستنى عليه شويه. انت شايف ايه؟ بص، اصل هنا في النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه شويه، يعني احنا عندنا ضغط جمهور رهيب ما بيرحمش حد بصراحه، لكن هو حقه طبعا كلاعب ان هو ياخد فرصته، يعني حقه كلاعب ان ياخد فرصته وبعدين نحكم يعني. انا فاهمك ان جمهور الاهلي بيبقى مستني افضل حاجه دايما من لعيبه النادي الاهلي، زي ما بقول لك كده ان هم من اول مباراه جمهور النادي الاهلي بيقيمه يعني. لا، انت فرود النادي الاهلي فلازم تشيل في المكان ده. اكيد موسيماني طبعا جايبه مقتنع بيه وهيديله طبعا فرصه بشكل كبير، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله يبقى يعوض الحته دي برده كان فيها مشاكل شويه، لكن بعد وجوده مع مروان وشريف اعتقد الامور ممكن تختلف. طب ما ترتب لي من وجهه نظرك خط الهجوم في النادي الاهلي، مين الافضل؟ 1 2 3 محمد شريف وبعديه مروان وبلان وولتر بوالي. ده وجهه نظري يعني. طب احنا كنا بنسال الناس تختلف بعد كده. فاهمك كنا بنقول للناس يعني. ايه التشكيل الافضل لمباراه الاهلي والتحيل؟ عايز اعرف من وجهه نظرك برضو يعني. كتير شايفين مش هنخرج بعيد عن التشكيل الاخير اللي لعب بيه المباراه الاخيره هنا في الدوري. شناوي، معلول على الشمال، محمد هاني، بدر بنون ممكن، وايمن، نص الملعب فتحي وقفشه وحمدي، ممكن اليمين شحات، الشمال ممكن كهربا، وفي الهجوم ممكن محمد شريف يعني. محمد شريف انا شايف ان دي انسب تشكيل يعني. شفت ازاي محمد شريف في المباريات اللي شارك فيها؟ اللي عجبني في شريف ان هو لما رجع حط رجله بسرعه، ودي حاجه برضو بشكره عليها، لان هو راح طلع عارة تألق بشكل كويس، قدر يستحق ان هو يرجع النادي الاهلي. حتى لما المدرب اداله لما بيبدا بيه بيسجل، لما بيقعد احتياطه بينزل بيسجل. فانا شايف ان محمد شريف بصراحه يستحق ان هو يبقى يرجع النادي الاهلي، ويستحق ان هو يبقى موجود في التشكيله الاساسيه بشكل اساسي. بما ان حضرتك شاركت في مونديال اليابان، عايز اعرف منك اللاعب بيبقى نفسيته ازاي في بطوله زي دي؟ هل مثلا بيبقى التفكير، ولو اني ما اعتقدش ان ممكن لاعب في النادي الاهلي يبقى تفكيره ان انا جاي ظهور مشرف ابدا، ولكن يعني هل الضغط بيبقى كبير على اللاعب، ولا لا احنا جايين بطوله هنأدي افضل ما عندنا، احنا عارفين ان احنا بطل افريقيا ولكن في بطل اوروبا وفي بطل امريكا الجنوبيه، يعني في انديه كبيره جدا، ومع ذلك احنا هنأدي افضل ما عندنا، ولا لا انا جاي اخد مركز وجاي انافس على بطوله؟ بص يا ساره، اكيد المنافسه هتبقى صعبه، خلينا مقتنعين ان في فرق في البطوله بشكل كبير جدا، انديه كبيره جدا على رأسهم طبعا بايرن ميونخ، والبطوله مش سهله يعني زي ما الناس متخيلاها. اللعيبه بحط مسؤوليه الجمهور شويه، دايما الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيبقى حط الجمهور رقم واحد، ازاي هروح هعمل ايه، مطالب بيا، مطالب ان انا اقدم احسن مستوى، مطالب ان انا اجيب، مطالب ان انا اخد البطوله، حتى لو الامور لا هو النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي حاطط لعيبه الاهلي في المكانه دي. اللعيب الامور بتبقى مختلفه شويه، عامل حساب الجمهور، لكن في البطوله دي اللعيب اعتقد ان هو نفسيا هيبقى يعني نفسيته عاليه جدا، لانه هو بيلعب في مستوى كبير، بيلعب فرق كبيره، بيلعب كل الاعلام متجه ناحيه البطوله، كل المدربين، كل العالم زي ما بيقولوا، لان طبعا كذا فرقه مشتركه في البطوله، فاعتقد ان اللعيب نفسيا هيبقى معنويا انا شايف كل الحوافز قدامه ان هو يعمل بطوله كويسه يعني.
ماشي، لسه عندنا كلام كتير طبعا يا كابتن. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن السيد حمدي. برحب بحضراتكم من جديد، وخليني افكر حضراتكم الاول بسؤال لحلقتنا تاني، وهو ايه هي توقعاتك لمباراه الاهلي والدحيل في افتتاح مونديال الانديه؟ طبعا تقدروا تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتنا وتقولوا لنا. وخليني برضو اشارك مع حضراتكم او اقول بعض التعليقات والاجابات اللي جات لنا من حضراتكم. الحقيقه في اول تعليق يمكن جه من بنت الاهلي اللي قالت انا حلمت ان الاهلي كسب الدحيل 4-1 وقفشة جاب الجون الرابع في الدقيقة 90، إن شاء الله هنكسب. والأجوال التالتة اللي جابوها السلية ومحمد شريف وكهربا. في كمان أبو مروان قال مساء الخير على حضراتكم، تحياتي الجمهور الأهلي العظيم وتحياتي الكابتن بيبو والنادي الأهلي، وبالتوفيق إن شاء الله. توقعاتي 2-0 للأهلي إن شاء الله. عبير بتقول مساء الخير على حضراتكم، إن شاء الله 2-0 للأهلي. في حالة من التفاؤل الكبيرة الحقيقة عند جماهير النادي الأهلي. معاذ حمدي بيقول إن شاء الله 2 للأهلي مقابل 1 للدحيل. يوسف حمدي كمان بيقول 2-0 للأهلي، إن شاء الله رجالتنا هترفع رصنا. وأبو يوسف رمضان بيقول إن شاء الله 2-1 للأهلي، وإن شاء الله الأهلي هيعمل مباراة تليق بكيان وعظمة النادي الأهلي. عيسى كمان قال بإذن الله الفوز 3-1 للأهلي. طارق أبو كريم بيقول إن شاء الله 2-0 للأهلي بواليا وديانج. محمود غريب بيقول منورين والبرنامج خد أكبر نسبة مشاهدة، تحياتي ليكم 3-0 للأهلي. مصطفى كرم مساء الخير على أحلى ألمين، أحلى قناة، التوقع هو فوز النادي الأهلي 1-0 وكهربا اللي هيجيب الجون. ويوسف أشرف بيقول أتوقع إن شاء الله فوز الأهلي على الدحيل 4-1، ويا رب يكون التشكيل. وكان قال التشكيل طبعا وهو شايف أكيد أنه محمد الشناوي جول كيبر، وفي تشكيل قايله هو نفس التشكيل تقريبا اللي كابتن السيد حمدي قاله. طبعا شكرا لمشاركتكم، وهنبدا دايما ان احنا نتفاعل مع حضراتكم ونقرا كل التعليقات اللي بتجي لنا. ومن الواضح ان في حاله تفاؤل كبيره قوي من جماهير النادي الاهلي، وشايفين ان هيبقى في فوز من النادي الاهلي وكمان بسكور. يعني في 2-0 ده اتفاق عليها من كذا حد، بس في 4-1 مش عارفه ايه موضوع 4-1 ده. احنا عايزين اي نتيجه، اي نتيجة ايجابيه. طبعا في تفاؤل في الكومنتات، فاتمنى يا رب ان شاء الله. بس انا اتوقع يعني 2-0 حسين الشحات وقفشه، اي نتيجه بقى متوقع ده؟ متوقع ان شاء الله. بس حلوه حاله التفاؤل دي اللي عند الجماهير، يعني الجمهور طبعا يعني هم عارفين قد ايه مباراه صعبه، وعارفين قد ايه انه النادي الحيل فريق قوي وعلى ارضه طبعا. بس في ثقه كبيره في النادي الاهلي. بص هقول لك حاجه، بنحترم طبعا الدحيل القطري طبعا، كل الاحترام له، واتمنى يا رب حاله اللعيبه في المباراه، لان هي الامور بتفرق. الموضوع ما المباريات ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف في وقتها. الاهلي طبعا نادي كبير ونادي قيمه كبيره، لكن حاله اللعيب هي اللي هتفرق في يوم المباراه. التفاؤل اللي انت بتتكلمي عليه ده ناتج للثقه بتاع الجماهير لدى اللعيبه، عارفين النادي الاهلي تاريخه مشرف في البطوله. فبناء على كده الكومنتات اللي هي جايه المكسب كلها وبسكور وكلام زي ده، اتمنى يا رب ان شاء الله زي ما بقول لك كده اي نتيجه ايجابيه، ونعدي بقى المرحله اللي بعديها. طبعا هنلعب بعد الدحيل بايرن ميونخ، فاكيد طبعا ده هتبقى قصه ثانيه. لا هجي لك بقى القصه دي، بس خلينا نكمل شويه مونديال اليابان. وقول لي بقى الكواليس كانت عامله ازاي؟ يعني يمكن كنت بسالك بركات كان بيعمل فيكم مقالب بيعملش بركات المقالب اللي بتاع بركات مش هينفع تتقال على الهواء بصراحه، يعني اصل بركات اللي بيعمله مش هينفع يتقال على الهواء. لكن انا حكي، لكن هنا في موقف بينه وبين بركات كان او بيننا اصلا في البطوله الافريقيه، وبركات كان خلاص يعني كان في كلام ان هو يعتزل. يعني كان واخد قرار ان هو الفتره اللي جايه يعني في البطوله ان هو يعتزل بعد البطوله، وكان في كلام زي كده يعني. فاحنا كنا رايحين تمرين، وكان خلاص احنا كنا في حدث كبير اللي هو نهائي البطوله في الترجي في تونس. وبركات قال انا عايز اقول حاجه، فكنا خلاص بقى خدنا الرياكشن ان احنا زعلانين، ان كنا قلنا بركات هيقول خبر الاعتزال، وطبعا في زعل وسكتنا كده وقاعدين. وطلع في المايك وقال انا عايز اقول حاجه، فلا يا بركات ما تقولش. فقال لك انا عديت 20 مليون في لعبه صابواي. لعبه صابواي خلينا
كابتن حسام ما بيهزرش وما بيضحكش، خلى كابتن حسام وكل اللعيبه قعدت تضحك، فمواقف بركات طبعا كبيره جدا. انتوا مستنيين خبر بقى صعب منه؟ خبر وانا بقول لك كل الفتره دي كان خلاص على خبر الاعتزال ان بركات هيعتزل، وفاجئنا بالكلام بتاعه ده، لكن بركات له مواقف كتيره بس مش هينفع اتقال على الهواء بصراحه. طيب خلاص. طيب من الكواليس كمان، او يمكن كنت بتقولي انه لا بيبقى فيه حاله من التفاؤل عند اللعيبه وهي في كاس العالم للانديه، بيبقى فيه رهبه يا كابتن؟ في خوف ولا مش موجود؟ لا مش خوف، لكن مسؤوليه. مسؤوليه مسؤوليه. الاهلي معروف ان هو او لعيبه النادي الاهلي بيبقى عندها مسؤوليه لدى الجماهير ان هي في اي حدث لازم تبقى مش بتروح عشان تبقى مشاركة، لا بتروح عشان تعمل إنجاز وتاريخ، وده معودنا على مدار الأجيال اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي إن كل جيل بيبقى موجود بيحقق البطولات. طبعا شايفين شايف قدامنا على الشاشة زي ما بنعرض لحضراتكم لحظة موجودة بلحظة اللي بيحصل في البعثة. الفريق وصل لملعب التدريب، ده اليوم الثالث على التوالي اللي هيكون فيه تدريب، ويمكن كل يوم يا كابتن التدريب بتاع موسيماني بيعدي ساعة وربع ساعة ونص، مركز جدا، مركز ان هو عايز يعني يشوف افضل تشكيل ممكن يلعب بيه طبعا مباراة التحيل، وشايفة ان في تركيز كبير قوي يعني جداً. مذاكر مباراة الدحيل كويس جدا. موسيماني طبعا مدرب كان اختيار موفق طبعا من مجلس الإدارة، بنشكر طبعا مجلس الإدارة على اختياره لموسيماني، كان في بعض الكلام لكن الراجل جه مصر ومسك النادي الأهلي، خد بطولة أفريقيا واخد ثلاث بطولات، لكن برضو الحدث الكبير اللي هيتلعب كمان يومين هيبقى اختبار برضو كبير لموسيماني، فموسيماني برضو عايز يسطر تاريخه في البطولة دي أو مع النادي الأهلي في أنه هو يحقق الرباعية بمركز يليق بالنادي الأهلي. فأنا شايف في تركيز من البعثة كلها أن احنا لا جايين وهدفنا أن احنا نحقق مركز يليق بالنادي الأهلي، ووارد ان احنا الامور تمشي معانا ونحقق انجاز اكبر من الثالث اللي احنا حققناه في البطوله. تفتكر يعني عندك توقع ان ده ممكن يحصل؟ والله بصي ما بحبش التوقعات قوي، لكن الحاله بتاع اللعيبه والنتائج هي اللي هتقول، يعني النتائج هي اللي بتقول الفريق هيوصل لفين. انت عشت الاجواء دي يا كابتن، يعني تعليقك كده الصوره اللي احنا شايفينها، اللعيبه بتستعد للتدريب، كهربا كابتن كهربا اهو دايما عامله حاله فرح، كهربا يعني في بهجه كده. احسن اجواء احسن اجواء والتر بواليا طبعا، يعني تحس انه اللعيبه برضو مرتاحة نفسيا. يعني احسن اجواء لما تبقى لعيب كورة طبعا، او فترة لما انت بتبقى تلعب كورة بالذات لما في النادي الاهلي، بتروح بتشارك في بطولات. كهربا ومروان محسن اهو على طول هزار وضحك. الاجواء دي بتساعد اللعيبة يا كابتن؟ جدا جدا. ما انا بقول لحضرتك ان هو الحدث الرياضي كبير وفي تغطية اعلامية كبيرة جدا، لكن زي بقول لك اللعيبة بتبقى مبسوطة لان هو بيلعب في كاس العالم، بيلعب في ليفل اعلى شوية، فطبعا في جمهور هيشجعه. اللعيبه بقى لها فتره ما بتسمعش اي هتافات، بقى لها فتره فده هيدي حافز. قطر برضو ودوله عربيه، فالامور مش بعيده شويه. فانا شايف ان زي ما قلت لك في البدايه ان كل الحوافز تؤدي ان الاهلي يعمل بطوله كويسه ويحقق لنا المركز اللي احنا محتاجينه. ماذا بعد مباراه التحيل اذا تمكن النادي الاهلي ان هو يتخطى فريق التحيل؟ مباراه بايرن ميونخ هو يبقى تركيزه الاول في البطوله، في المباراه اللي جايه، لان هي المباراه فعلا صعبه. اكيد الناس زي ما الناس لا المباراه صعبه جدا، الدحيل زي ما قلت لك ان هو بيمتلك لعيبه كويسه وجاب صفقات ودعم بشكل كويس في الخط الامامي، فانا شايف المباراه هتبقى صعبه جدا جدا على الفرقتين. اتمنى يا رب ان شاء الله الاهلي يعدي اول مباراه. طبعا بايرن ميونخ ده بقى لها قصه ثانيه، يعني هيبقى موضوع ثاني، يعني طبعا التركيز هيعلى بلعب بايرن ميونخ بطل العالم في دوري بطل الابطال، دوري بطوله دوري الابطال اوروبا، فالامور هتبقى يعني في استعداد تاني، كل الناس بتتفرج طبعا على المباراه. فانا شايف ان الاهلي بس يعدل المباراه دي وبعد كده ان شاء الله بايرن ميونخ يبقى لها يعني استعدادات تانية. يعني دور اللعيبه الكبار في البطوله زي دي بتبقى زي كابتن اللعيبه اللي عندها خبره، يعني لعيبه زي وليد سليمان زي الشناوي، بتفرق ازاي مع اللعيبه الثانيه وان هم يتكلموا معاهم يحفزوهم نفسيا؟
انا زي ما قريت في الـ في الـ في, الـ في الاخبار ان الشناوي اتكلم مع وليد ان هو وليد كان بعيد طبعا عشان الاصابه وكده فمش موجود في البطوله، فكان في اصرار من بعض اللعيبه ان وليد يبقى موجود عشان وليد طبعا دلوقتي معلش يا كابتن شايفين طبعا كابتن الخطيب في التمرين متواجد كل يوم، في دعم يوميا من كابتن محمود الخطيب، طبعا شايفين كابتن سيد عبد الحفيظ كمان، يعني فكره انه كابتن محمود الخطيب زي ما كنا بنقول طبعا كابتن سامي قمصان والدكتور احمد ابو عبله زي ما بقول لك يا كابتن تاني انه كل يوم موجود كابتن محمود الخطيب في التدريب وواقف وبيشرف، وطبعا في حاجه مهمه جدا موسيماني قالها، قال مفيش اي طبعا تدخل فني من كابتن محمود الخطيب، سايب الحته الفنيه اكيد لموسيماني، مفيش الكلام ده في النادي الاهلي، بس في وجوده بس، وان هو لو في اي مشكله بتعترض او بتكون في طريق النادي الاهلي هو بيبقى بيعمل كل جهده ان هو يحل المشكله دي، وان الفريق يبقى مرتاح جدا نفسيا قبل المباراه. على مدار تاريخ النادي الاهلي النقطه الفنيه دي لا يمكن اي حد يتدخل فيها، مع احترامي طبعا لاي حد، عكس كابتن الخطيب راجل كان اسطوره طبعا كلاعب واشتغل في بعد كده مسك نائب دلوقتي بقى رئيس النادي الاهلي، فاعتقد ان هو جاي مدرب واثق فيه وعارف انه مدرب كويس ويشيل اسم النادي الاهلي، فاعتقد ان زي ما انت قلت كده لا الكابتن الخطيب وجوده هيدي حافز كبير للنادي الاهلي، لما يبقى موجود برضه الكابتن محمود موجود معاهم في البعثه ده طبعا بيديهم حافز اكبر. اتمنى طبعا البعثه كلها يا رب ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بمركز كويس ومحترم، لان حاجه طبعا هتبقى بالنسبه لهم تاريخ، بيسطروا تاريخ زي الجيل اللي قبلهم، فانا بتقول لهم ان انتوا فرصه كبيره جدا وتقدروا تعملوا تاريخ مع النادي الاهلي باذن الله. بعد فتره يعني ممكن نقول نقدر نحكم شويه على مستر موسيماني، شايف ازاي نقاط قوه المدير الفني للنادي الاهلي في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه؟ طب هنحكم، انا شايف ان الناس بتتكلم في ان موسيماني يعني الكلام كتير عليه شويه، يعني الراجل محقق 3 بطولات في وقت قصير ودي انجاز كبير جدا. طب الناس يعني الاهلي بيشارك في ايه تاني؟ يعني غير البطوله الافريقيه وغير انا عاجبني ردك يعني البطوله الافريقيه الدوري والكاس تمام، وفي السوبر اللي هو المصري او السوبر الافريقي وكاس عالم الانديه، اعتقد ان كل ده البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها، الراجل جه حقق 3 بطولات، طب الناس عايزه منه ايه؟ كون الفريق بيقدم مستوى كيرف بيزيد بيعلى شويه دي ده طبيعي، ده طبيعي، لكن المحصله النهائيه ايه؟ الاهلي حاصل على 3 بطولات في وجود الراجل ده داخل في كاس العالم انديه بيشارك، ولسه ان شاء الله باذن الله ممكن يعمل انجاز برضه، فاحنا عايزين منه ايه تاني؟ يعني انا شايف ان الراجل لا ماشي تقييمي انا الراجل 10 على 10 بصراحه. هل في تشابه بينه وبين مستر جوزي ولا لسه ما تقدرش تقول ده؟ لا الراجل جوزي قصه ثانيه. جوزي يعني جوزي ما كانش مدرب بس. جوزي كان عبقري وحظه الحلو ان هو جه في جيل قدر يجيب لعيبه تمثل النادي الاهلي وخد بها كل البطولات، فكان حظه ان هو جاب اساطير فعلا. يعني جوزيه حظه الحلو ان هو في وقتها جاب اساطير، منهم ابو تريكه، منهم بركات، منهم سيد معوض، كان معاه منتخب مصر، فقدر مع المجموعه دي ان هو يحقق كل البطولات. الراجل كان عبقري في حاجه ان هو قدر يسيطر على كل الايجابيات والسلبيات داخل النادي الاهلي. جوزيه كان مسيطر كمان على الاعلام في ان هو ما تقدرش توجه اي نقد للعيبه، كان محافظ على النقطه دي. جوزيه لا جوزيه عبقري ومش عايز اقارنه بموسيماني لان جوزيه خد فتره مع النادي الاهلي هو مش مسيطر على الاعلام، هو بيحافظ على فرقه. قصدي مسيطر مع احترامنا طبعا للاعلام، مش قصدي السيطره في ان هو لا، قصدي ان هو محافظ على اللعيبه في ان اي نقد يجي لا هو عامل ساتر. مش قصدي يعني فهمك ما بتكلمش على الاعلام. طيب بشكل الانتماء دلوقتي غير يعني غير جيلكم، الانتماء عند اللاعب دلوقتي للنادي بتاعه، مش بتكلم على حد بعينه، انا بتكلم فكره الانتماء لنادي غير الجيل ده، الجيل بتاع النهارده مختلف عنكم. بصي هو الدنيا اتغيرت والامور الماديه اتغيرت، بقت بنسمع ارقام طبعا كبيره واحنا بشر اكيد طبعا الناحيه الماديه اكيد بنبص لها، لكن في لعيبه ما زالت منتميه للتيشيرت اللي هي بتلعب له، وعندنا نماذج كتيره موجوده، ما هو في وليد سليمان وفي
قصدي بتكلم على الجيل اللي هو كان معانا وقتها، وليد كان معانا ودلوقتي ما زال موجود في النادي الاهلي. لا في وفي، يعني انا شايف ان مش عايزين نقول ان الفترة دي المال هو المسيطر، لا في لعيبة برضو ما زالت محتفظة بتشيرت النادي الاهلي. وانا زي ما قلت معاك الحلقة اللي فاتت، انت لعيب في النادي الاهلي عندك كل الامور وكل الصلاحيات ان انت تبقى الامور المادية كويسة، بتاخد بطولات، عندك شعبية، عندك جمهور، طب انت عايز ايه؟ يعني ده رأيي، يعني عندك كل الامكانيات وعندك كل القيمة بتاع النادي الاهلي وتاريخك في بطولات، فانا شايف ان وجودك في النادي الاهلي شرف يعني. أكيد بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد حمدي، كنت منورني النهارده. ربنا يخليك يا سارة وسعيد معاك المرة الثانية، وبشكرك طبعا وبشكر كل التطور اللي حصل في القناة والتغطية الكبيرة للحدث الرياضي، اللي أنا زي ما قلت إحنا الأهلي في حدث رياضي كبير، وأتمنى من كل الجمهور يساند الأهلي إن شاء الله في المباراة اللي جاية لأنه بيمثل مصر، ويا رب ان شاء الله يرجعوا لنا بمركز يليق بالنادي الاهلي يا رب، ودايما تبقى معانا يا رب في الافراح واحنا بنحتفل بكل الانجازات. شكرا لحضرتك. وشكرا لحضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.